دكتور هشام عبد العزيز، مساء الخير رئيس حزب الإصلاح والنهضة. مساء الخير يا فندم. دكتور هشام مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك، اهلا بيك، اهلا بيك. شفت ازاي بيان الحكومه؟ توقفت امام ايه؟ والله انا شايف ان بيان الحكومه والمستوى العرض النهارده، انا شفت مستوى طبعا من الشمول ودرجه من الاحترافيه. ايوه شايفها بدايه جيده تفصيليه مش تقليديه. ايوه احنا كنا دايما بننادي ان هو يكون في سياسات واضحه ومحدده، ايوه في معايير للقياس تلتزم بها الحكومه، هتكون منهج للموالاه والمعارضه والكل الامور، عشان احنا بالنسبه لنا هنعرف نتابع على ايه. يعني احنا من بيان اللي هو عرضه 300 صفحه دول، كل المختص بالشان السياسي هيمسك بيان الحكومه ويراجعه ويقارنه بالمخرجات الحوار الوطني، بالمستهدفات، بخطه 2030، الواقع على الارض، مستوى طلبات المواطن، الطريقه اللي عرض بيها الدكتور مصطفى النهارده بتقول احنا امام عهد، هيبقى فيه نوع من انواع الشفافيه التشاركيه السياسيه بشكل كبير جدا. في مثلث مهم جدا هو شغال فيه الحكومه، البرلمان، الحوار الوطني، ومع الحوار الوطني طبعا الاعلام وعمليه المتابعه اليوميه وقياس الراي العام ومدى رضا المواطن. شفت من بدايه كلام الدكتور مصطفى ان هو داخل الحكومه، هي داخله وحاطه في اعتبارها ان اصبح رضا المواطن وتحديد اولوياته امر شديد لا بديل، لا ملوش بديل. يعني لا ما ليس له بديل، وطبعا ده دور الحكومه دي جايه، ده دور الحكومات على مستوى العالم يا فندم. هو في ظل التحديات واللي شافه المواطن، والمواطن صبر كتير في العشر سنين على مستوى من الوعي، على مستوى من الوطنيه، هنا الدكتور مصطفى بيطمننا كمواطنين وبيطمننا كسياسيين ان ده مرئي بالنسبه له في المرحله المقبله، ان هو المواطن شريك في القرارات، متابع يوم بيوم، ومن حقه ان هو بالنسبه له من دولته والحقه من حكومته ان هو يشوف طلباته في اولويات الحكومه وهي بتتحرك. كده ملفات من الملفات المهمه اللي اتكلم فيها هي على الحقيقه مست طوائف كثيره. يعني مثلا هو بالنسبه للمواطنين على اولويات الحكومه امرين على طول، الكهرباء، ووضع مساحه زمنيه بدانا نشوف بعض التحسن الحاصل، خطه ان شاء الله ووعد ان هو في خلال 6 أشهر الاولانيين من السنه وبدايه من الان أن نرى تحسن ونهاية الأزمة دي بشكل كبير جدا. أيوة. شايفين في استقرار فيما يتعلق بالأسواق والأسعار، وده عايزين نتابعه. هيعمل ده إزاي بقى؟ شايف إنه هيعمل ده إزاي؟ أول حاجة اللي يعني أنا كمواطن إمتى أحس إنه أنا يعني مش عايز أقول بقى إنه التجار بتضحك عليا، لا أنا بيضحك عليا كمواطن. إمتى أحس إن أنا ما بيضحكش عليا وإن أنا باخد السلعة بسعرها الحقيقي؟ ما انا كمواطن انا بقى شايف ان هو بقى بالنسبه لي بنزل كل يوم، انا كل يوم بشتري، بشوف الاسعار اتجاهها في السوق. الحكومه هتعمل ده ازاي؟ لا الحكومه ان هي بالنسبه لها لازم تكون في بقى عبر الـ مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المختلفه الحكوميه، ان هي تكون حاطه دليل ارشادي للاسعار، هي بتتدخل بشكل معين لتوضيح السعر العادل من خلال المنافذ اللي هي اللي موجوده لدى الحكومه ولدى المؤسسات المختلفه، هي بالنسبه لك طرح الاسعار الحقيقيه اللي هي تنافسيه، فتفرض اسعار على السوق. نعم. ما تسمحش باحتكار. نعم. ما تسمحش اي سلعه يحصل عليها مزايده او احتكار، يجب ان تتدخل فورا لوضع السلعه بالسعر المناسب بتاعها. نعم. فده لان احنا بالنسبه لنا احنا في اقتصاد مفتوح، احنا مش هنقدر نعمل تسعيرات جبليه، بس صحيح صحيح، بس في رقابه. في رقابه، نقدر نعمل رقابه، ادوات للتدخل طبعا، سيطره على الاسعار. نعم نعم. برضو شفت من الحاجات اللي انا شفتها برضو حاجات ان هي تتعلق بالجزء اللي هو الجزء السياسي فيما يتعلق بمخرجات الحوار الوطني، فيما يتعلق بقوانين القوانين الانتخابات المجالس المحليه مهمه جدا، ما يتعلق بالجزء الانتخابات البرلمانيه بعد قضايا حقوق الانسان اللي كانت معروضه في الحوار الوطني، شفت ما يتعلق بملف التصالح مهم، تصور جيد فيما يتعلق بقضيه المدارس التكنولوجيه والتعليم الفني، صحيح، جامعات التكنولوجيه، سياحه، فيما اختراق لملف الصناعه واهتمام بيه، واضح انه هيكون فيه 153 مشروع، ودي نقطة مهمة. نعم. إن إحنا كنا بالنسبة لنا بنقول إن إحنا الحكومة وضع تصور
المشروعات المهمه اللي انا اقدر اعمل فيها احلال واردات اللي هي بالنسبه لك هتساعدني في العمله الصعبه اللي هي جذب استثمارات اجنبيه في ملفات محدده ان ده هيخفف عبء على العمله الصعبه. طبعا شايف في تطور في كذا حاجه، شايف برضه النهارده قرار مهم من السيد رئيس الجمهوريه فيما يتعلق ان هو تكليف الدكتور مصطفى مدبولي نفسه بتاع ان هو تعيين يقوم بمهام وزير يقوم بالاصلاح الاداري. ده مهم جدا، ده مهم جدا، ده ترس في غايه الاهميه في المكنه كلها، يعني مكنه الشغل ده ترس، لانه هو ده اللي بيدور وبيسهل وبيسر على الناس. بشكرك فندم، شكرا جزيلا، بشكرك استاذ هشام.